السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا ومسهلا فيكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة وغنية ومنوعة من برنامجكم اليومي المتجدد. ترحيب كما نرحب أيضا بالمستمعين الكرام عبر تردد 97 FM، وحياك الله يا فيصل. حياك الله يا أبو محسن، وحياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء. في هذه الحلقة الجديدة سوف نتابع مع ضيوفنا مواضيع مهمة ومميزة، إلى جانب مواكبة الأحداث والفعاليات التي تشهدها مختلف مناطق الدولة. لكن في أبرز مواضيع حلقة الليلة هي: العروض الموسيقية المميزة تتواصل في سوق واقف، وسباير زون تستضيف نهائيات بطولة ملك الملعب، وكتارة تنظم معرض هندسة الرمال بطابع معماري قطري. هذه كانت أبرز عناوين لهذه الحلقة والتفاصيل مع خالد جبيس. تفضل. أهم فيصل، هذه كانت أهم أو أبرز العناوين لحلقة الليلة. والبداية مشاهدين الأعزاء، ونحن على أعتاب نهاية عام 2021 نستعرض في التقرير التالي أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة الصحة العامة خلال عام 2021. نتابع. حقق القطاع الصحي في دولة قطر خلال العام الحالي العديد من الإنجازات التي تجلت في تطور المنظومة الصحية وتقديم خدمات عالية المستوى، أهلت دولة قطر لتكون في المراتب الأولى على مستوى العالم في مجال النظام الصحي. وقد جاءت جائحة كورونا كوفيد-19 التي عانى منها العالم خلال الفترة الأخيرة لتؤكد على قوة وصلابة القطاع الصحي في قطر، الذي استطاع أن يتصدى للوباء ويوفر شتى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة أثناء الجائحة لكافة المواطنين والمقيمين، بالتوازي مع زيادة السعة السريرية وتخصيص العديد من المراكز والمستشفيات لعلاج مرضى كورونا، ما جعل قطر تسجل واحدة من أقل معدلات الوفيات جراء الفيروس على مستوى العالم. وفي سبيل التعافي من الوباء، نفذت المنظومة الصحية بنجاح أكبر عملية تطعيم في تاريخ الدولة لتقديم أفضل اللقاحات المضادة للفيروس على مستوى العالم وبشكل مجاني لجميع السكان المؤهلين لتلقي هذه اللقاحات. وقد نال تعاطي القطاع الصحي في قطر مع الجائحة إشادة واسعة عالمياً، وبحسب تصنيف نشرته مجلة دير شبيغل الألمانية مؤخراً لأفضل الدول من حيث التعامل مع الوباء، حازت قطر المرتبة 15، وهي الدولة العربية الوحيدة التي أدرجت ضمن التصنيف. وكان المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي وضع قطر بالمرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر شفاءً من كورونا بنسبة 81% من نسبة الحالات المؤكدة. وتعكس الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة العامة حول سير حملة البرنامج الوطني للتطعيم نجاح استراتيجية دولة قطر لمواجهة جائحة كورونا، والتي ركزت على حماية جميع السكان في الدولة دون تمييز، وتقديم الرعاية الطبية المناسبة لهم، واتخاذ سياسة مرنة في الرفع التدريجي للقيود. ويسير القطاع الصحي في قطر بخطى واثقة نحو المراكز العالمية المتقدمة، حيث شهد القطاع الصحي نقلة نوعية عبر التوسع في المرافق الصحية في الدولة وتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في القطاع ورفع مستوى الرعاية والخدمات الصحية لتتماشى مع أعلى المعايير العالمية. وإلى جانب الجهود التي تبذلها وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، تعمل في الدولة عشرات المستشفيات والعيادات الخاصة مشكلة نظاماً شاملاً ومتكاملاً للرعاية الصحية لتحقيق أهداف ركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030. ومن إنجازات وزارة الصحة، دعونا نستعرض في هذا التقرير التالي أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة المواصلات خلال عام 2021 خلال هذا التقرير.
المواصلات هي عصب التنمية الشاملة، ومن هنا تأتي أهمية قطاع المواصلات في دولة قطر والدور الكبير الذي يلعبه في مواكبة النمو الديمغرافي السريع والتوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة. وقد عملت وزارة المواصلات خلال الفترة الماضية على إدخال المزيد من التطوير والتحديث على البنية التحتية لقطاع النقل بهدف دعم القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية المتنوعة. وعلى مستوى النقل البري يواصل القطاع جهوده الرامية إلى تطوير بنية تحتية متقدمة تتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. فقد خصصت الدولة 95% من استثماراتها الضخمة في البنية التحتية لمشاريع تنظيم النقل البري بهدف زيادة طول الطرق السريعة وبناء الجسور والأنفاق وتعزيز السلامة المرورية وتأسيس شبكة نقل ذكية وآمنة وموثوقة لدعم الاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية داخل الدولة. وفي مجال النقل البحري يسعى القطاع إلى تحديث وتطوير المنظومة بما يلبي المتطلبات المتزايدة على المستوى المحلي والإقليمي ويواكب التطورات الدولية المتسارعة في هذا المجال. ويضع القطاع على رأس أولوياته ضمان جودة خدمات ووسائل النقل البحري وتطوير الموانئ في الدولة والحفاظ على البنية التحتية لها وتوسعة القطاع اللوجستي بها والاستخدام الأمثل للمنشآت الموجودة. وفي هذا الإطار وإلى جانب مختلف الموانئ والمرافئ التي تتوفر عليها الدولة، شكل ميناء حمد نقلة نوعية للقطاع، حيث بات يمثل بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم بفضل ما يتمتع به من أحدث الأنظمة والتكنولوجيا العالمية والتي من شأنها تعزيز القدرة اللوجستية ودعم تطوير الصناعة المحلية وتحديث خدمات المناولة البحرية للواردات والصادرات وزيادة حجم التجارة البحرية وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد الوطني. وعلى مستوى تنظيم النقل الجوي، حقق القطاع هذا العام إنجازا كبيرا بموافقة مجلس منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو على إنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران وإقليم الدوحة للبحث والإنقاذ بالاستناد على المقترح المقدم من دولة قطر والذي يشمل مجال قطر الجوي الخاضع لسيادتها، وذلك لتعزيز مستويات السلامة والكفاءة في المجال الجوي الإقليمي والمجالات الجوية الأخرى المجاورة الواقعة فوق أعالي البحار. وفي إطار تطوير قطاع النقل العام وتعزيز الاستدامة البيئية، بدأ القطاع هذا العام بتنفيذ استراتيجية التحول للمركبات الكهربائية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية. وسيتم خلال تنفيذ الاستراتيجية تركيب ما يزيد عن 600 من معدات الشحن الكهربائية في مستودعات ومحطات الحافلات، بالإضافة إلى مواقع محطات مترو الدوحة ومواقف أخرى مختارة لدعم الحافلات الكهربائية المستخدمة في عمليات النقل العام وبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. أعزائي المشاهدين، كشفت مؤسسة سباير زون عن مساعتها الأخيرة مع البدء عد التنازلي لإقامة نهائيات بطولة ملك الملعب من 5 حتى 8 من يناير المقبل يا خالد. نعم، فيصل الحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف معنا السيد محمد مبارك الكواري الرئيس التنفيذي للتسويق في مؤسسة سباير زون. مرحبا وسهلا فيك مبارك معنا في ترحيب. يا هلا مرحبا فيكم، مسي عليكم على السادة المشاهدين. يا هلا مرحبا فيك مبارك. بطولة ملك الملعب، شنو هي البطولة وليش تقام في الدوحة أو الشرق الأوسط لأول مرة؟ نعم طبعا، بطولة ملك الملعب هي عبارة عن يعني خلينا نقول كونسبت جديد من البيتش فوليبول، كرة الطائرة الشاطئية اللي تعتبر الرياضة الثانية بعد رياضة كرة القدم في قطر، وبالتعاون مع اتحاد الطائرة. طبعا احنا في دائما بينهم تعاون دائم. نعم، يعني استضفنا معهم عدة بطولات، هذه البطولة يعني أول مرة تم استضافتها في الشرق الأوسط. هي عبارة عن بطولة طائرة شاطئية بستايل جديد بطريقة جديدة. شنو هي الطريقة هذه الجديدة؟ هي البطولة الله يسلمك نظامها نظام ملك الملعب. أصلا مفهوم ملك الملعب هو فريق واحد يكون في
جزء من الملعب يكون مميز بلون معين، هذا الفريق يستمر على كل نقطة، إذا تم مستمر بالفوز يدش فريق ثاني، هاي هي ميزة الناس ما نقول الفايز مستمر. لا لا أنا بديت أخربط يعني شوي شوي يعني الحين فريقين كرة شاطئية لاعبين اثنين إيه نعم. من الفريقين نعم. حلو نعم. الحين شنو اللون المميز إذا كانت هي هم بطولة شاطئية طبعاً على الرمل؟ إيه نعم. زين شنو اللون اللي بيلعبون فيه يعني اللون، هل تقصد لون اللبسة ولا لون الملعب نفسه؟ عبارة عن لونين. أوكي. لون يكون لون الفريق اللي يختار في القرعة هو نظام كروت. زين. يختارون فيه أعتقد عدد معين من المنتخبات، أعتقد 5 أو 6 منتخبات في نفس الوقت يلعبون. زين. منتخب اللي يأخذ الكرت كمالك الملعب هو اللي يكون موجود في الملعب المميز اللي يكون غالباً يعني لون أصفر. حلو. هو اللي يكون موجود في هذا الملعب يستقبل الإرسال من الفريق الثاني. زين. إذا سجل نقطة الفريق اللي هو موجود في 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 الملعب نفسه. يطلع الفريق ويدخل فريق ثاني. يعني الحين الفريق الرئيسي هو الفريق اللي بيسحب الكرت مثلا خلينا نقول الذهبي. اي نعم. بيكون هو واقف في المكان الذهبي. اي نعم صحيح. الفريق الثاني نعم. هو الفريق المنافس لهذا الفريق. صحيح. زين عن طبعا كنا عن طريق القرعه. اي نعم. اذا 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 الفريق مثلا ارسل نعم. صد الارسال هنا نعم. واحرز نقطه يتبدل نعم. الفريق الثاني ايوه الفريق اللي سجل النقطه هو اللي تحول مالك الملعب وهذا يطلع الفريق خسران هذاك يطلع الفريق ويدخل فريق ثاني بداله وتستمر لمده معينه من يعني مده زمنيه معينه على حسب النقاط اللي يحصدها اكثر فريق فاز هو اللي يتاهل اذا شلون بيحصد النقاط اذا جاب الهدف بيطلع الفريق نعم زين ولو صار العكس بيصير تبادل الفرق نعم. صح نعم زين معناته كله نقطة بنقطة لا هو خلينا نقول مثلا فريق فاز مرتين أو 3 مرات أوكي ياخذ خلينا نقول مثلا 3 مرات يعني طلع فريقين أو ثلاث فرق من فريق رابع فاز عليه هي هذا الفريق الرابع فاز عليه فريق خامس ودخل هذا الفريق مرة ثانية أكثر فريق يحرز عدد معين من النقاط في المجموعات هذه هو اللي يعتبر الفائز ومبارك ومحدود بوقت او اي في وقت في وقت معين اللي ينجز نقاط اكثر إيه انا والله ما متذكر الوقت بالضبط بس اعتقد 45 دقيقه نعم فاللي ينجز نقاط اكثر في هذا الوقت هو اللي إيه راح يكون ملك إيه نعم. الملعب بغض النظر هو فاز او خسر اهم شيء انه يكون حقق نقاط صحيح. اكثر احنا إيه يمكن نقول هذه ملك الملعب هذه هي الستايل الجديد او إينا. الشيء الجديد إينا. هو يقام لاول مره في الشرق الاوسط وفي دوله قطر لكن ابرز الفرق المشاركه هل هي محليه ام عالميه نعم طبعا البطوله هذه فيها 20 فريق رجال عالمي نعم. و15 فريق سيدات الفرق اللي مشاركه كلها فرق مصنفه عالميا من ضمنهم منتخب قطر اللي هو مصنف اول عالميا وكل الفرق اللي مشاركه جات بدعوات خاصه عن طريق المنظمين بالإضافة إذا يكون في قبل البطولة هذه في تصفيات لفرق معينة تم دعوتها عن طريق اتحاد الطائرة أعتقد منها فلسطين والسعودية وعمان في فريقين والله ما تحضرني الذاكرة حاليا هم بيشاركون بيسوون نفس التصفية اللي بيتأهل منهم بيدخل من مع الفرق الـ20 فبيصفون على 20 فريق هم اللي يلعبون هذه المنافسات بالإضافة إلى 15 فريق سيدات بس أنت تتكلم عن منتخب قطر مصنف أول عالميا إيه نعم في الكرة الشاطئية عالميا هو المصنف اول اللي هو الفريق اللي فيه احمد وشريف اللي فازوا بالبرونزية في الاولمبياد السابقة اي نعم زين احنا نتكلم عن 20 فريق تم دعوتهم لهذه البطولة خلينا نتكلم بشكل اوسع شو هذه البطولة عادة وين تقام كم عدد البطولات اللي اقيمت نعم. لحد الان كبطولة ملك الملعب بشكل عالمي طبعا البطولة اول ما انشأت في هولندا وبعدها بدأت تنتشر يعني انتشرت في أوروبا في ألمانيا في النمسا وبعدها بدأت تطلع راحت أمريكا إن شاء الله بعد قطر هي بتكون الدولة الوحيدة اللي بتستضيف في الشرق الأوسط تستضيف المنافسات لمدة 2 أو 3 سنوات ما في أي دولة في الشرق الأوسط راح تستضيف بناء على اتفاق لمدة سنة أو سنتين أو 3 سنوات وبعدها إن شاء الله راح يكون في بطولة أول مرة بتلعب في البرازيل في أمريكا الجنوبية إن شاء الله إن شاء الله. فهي من 2017 الرياضة هذه موجودة نعم. وفي كلام يعني إحنا مش متأكدين من إنه في احتمال إنه هذه النسخة من الكرة الطائرة الشاطئية تشارك في الأولمبياد في الفترات القادمة إن شاء الله. ليش هل نقاطها تحسب كنقاط تصنيف دولية في المشاركة نعم. في هذه البطولة؟ حاليا هي ما تدخل من ضمن التصنيف الدولي بس إنه في إشراف من الاتحاد الدولي عليها
وداخل من ضمن رزنامة الاتحاد الدولي، تحكيم ايضا دولي، وتحكيم تحكيم بيكون في تحكيم دولي اكيد. مبارك، هل فيها شيء يختلف عن الكره الشاطئيه المعتاده يعني ك مثلا حجم الملعب، القوانين؟ هل في شيء يختلف ولا هي نفسها؟ هي الله يسلمك البطوله كنظام هي نفس نظام كره الطائره الشاطئيه كقانون لعبه. اللهم اللي يختلف بس طريقه احراز النقاط، يعني طبعا في الطائره الشاطئيه في عدد توصل 21 نقطه وتفوز، هذه الطائرة لا، هذه نقطة واحدة ويتبدل الفريق. نقطة واحدة بس خلاص. يتبدل الفريق، الفريق الفائز هو يعتبر ملك ويدخل الفريق الثاني لينافسه. بس هذا القانون المختلف، يعني إيه؟ نعم، أنا أرسلت، نعم أنا الفريق المنافس، نعم أنا اللي أرسل، نعم الإرسال خلاص إذا جات نقطة علي أطلع، أي تطلع ويدخل نقطة على الملك اللي نعم هو قبلي كان موجود، إيه نعم هو يطلع أصير أنا الملك، إيه نعم هالشكل، وبعدين يجي فريق ثاني، فريق ثاني بهالطريقة. يمكن إيه نعم فيها إثارة فيصل رهاب، كنا قبل كانت أول إحنا اللي نلعب كرة قدم اللي بهدف يطلع الفريق اللي في الدكة ينزل جول بجول جول بجول بجول لين ما هاي الفايز مستمر، الفايز مستمر بالضبط. بمبارك، دائما في فرق الكرة الشاطئية يكون في فريق قطر ألف، فريق قطر باء، فريق صحيح قطر سي. الحين أنت 20 دولة عندك، كم فريق مجموع كل الفرق مشاركة؟ هل راح يكون في ألف وباء ولا بس كل دولة يمثلها فريق واحد؟ في دول بتشارك فريقين من ضمنها قطر إن شاء الله. أعتقد هولندا يمكن يكون عندهم فريقين. يعني معناته مجموع الفرق كم راح تكون يعني؟ 20 فريق. والتوزيع كيف راح يكون؟ هل راح تكون بنظام المجموعات او بنظام لان انت عندك 20 فريق، هل بتوزعهم على اربع مجموعات، على ثلاث مجموعات، على مجموعتين؟ هي البطوله بتكون على اربع مجموعات، كل مجموعه تضم خمس فرق ويتاهلون نص نهائي بعدين النهائي ان شاء الله. بالقرعه بتكون المجموعات بمبارك اوريدي اسئله فنيه. هي والله انا يعني مش ضليع فنيا بس ان شاء الله اني بحاول اجاوب. اتكلم لما يكون في مثلا منتخب يشارك فريقين، نعم او دوله تشارك منتخبين، نعم اقصد هل ممكن يجون في نفس المجموعه ولا لا؟ لا ما اعتقد يجون في نفس المجموعه. ما يجون في المجموعه. طيب يعني تكلمنا عن يعني هذه كبطوله اول مره تقام في الشرق الاوسط، ايش الاهداف اللي انتم تبون توصلونها من خلال هذه البطوله كاستراتيجيه؟ طبعا احنا في سباير من ضمن استراتيجياتنا دائما احنا نطمح حق التجديد في عالم الترفيه الرياضي خلينا نقول. فيعني هذه البطوله نحاول نستغل فيها دائما الامكانات اللي موجوده عندنا من ناحيه ملاعب، من ناحيه امكانات حتى بشريه وامكانات ماديه موجوده عندنا. نحاول دائما ان نستضيف هالنوعيه من البطولات اللي فيها من اثاره وفيها جانب ترفيهي بالاضافه للجانب الرياضي. جميل. احنا مستمرين معك بمبارك، لكن مشان الكرام نطلع فاصل قصير بعد ما نتابع حلقتنا من الترحيب، لا تروحون بعيد. نرحب بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة، ونرحب أيضا بسيد محمد مبارك الكواري رئيس التسويق التنفيذي في مؤسسة سباير زون، ونتحدث عن بطولة ملك الملاعب التي ستقام في يناير المقبل في حديقة سباير أو أحد الملاعب. هذا أول سؤال راح نسأله لمبارك. مبارك، وين بتقام هذه البطولة؟ نعم طبعا احنا استضفنا عدة بطولات قبل طائرة شاطئية كنا نسويها على ملاعب مؤقتة. هذه البطولة بتكون افتتاح يعني حق ملاعبنا الشاطئية الثابتة. حاليا احنا يعني سوينا ملاعب جديدة عبارة عن ملعبين في حجم ملعب كرة القدم الشاطئي، بيكونون يعني طبعا ملاعب كرة القدم الشاطئية هي اللي يعني ممكن تقيم عليها أي نوع من أنواع الرياضات الشاطئية، طائرة أو حتى كرة يد. فهذه البطولة أول بطولة نستضيف إن شاء الله راح يكون في حديقة سباير. في الحديقة نفسها. إيه نعم. عبارة عن ملعبين، ملعب اللي بيكون عليه البطولة والملعب الثاني راح يكون مخصص للإحماء الفرق قبل المباريات إن شاء الله. معناته يعني راح يكون فيه مساحة للحضور الجماهيري لهذه صحيح البطولة. إيه نعم. طبعًا إحنا إن شاء الله راح يكون عندنا حضور، متوقعين إنه يكون عندنا حضور جماهيري نفس ما يعني مواقع تجارب سابقة كان عندنا حضور جماهير كبير حتى على مستوى البطولات المحلية. يعني يمكن آخر بطولة استضفناها السنة اللي راحت اللي هي بطولة الرياضات المجتمعية
الرياضات الشاطئيه المجتمعيه، كانت بطوله محليه وفرق يعني مشاركين من المجتمع، وكان في اقبال جماهيري كبير. يمكن شوي احنا الوضع الحالي، يمكن الوضع كوضع صحي راح نراعي اشتراطات صحيه، ما راح يكون في يمكن استيعاب الملعب كامل الملعب للجمهور، راح يكون في نظام التباعد، اشتراط الكمامات، احتراز. فيمكن يكون يعني احنا كانت الساعه هي 1200 مشجع في الملعب، بس راح ينزل العدد بحكم الوضع الحالي. نعم، والاشتراطات الاحترازيه. لو تكلم مبارك عن مواصفات الملعب نفسها، يعني احنا في سباير زون نتكلم عن ملعب شاطئي. اي نعم. واحنا ما عندنا شاطئ هناك، لكن نعم. لكن شلون نطابق مواصفات في الصيف؟ شلون نطابق مواصفات الملعب على مواصفات ملعب الشاطئ؟ طبعا لو انت تشوف ترى اغلبيه الدول حتى في دول اوروبيه ما عندها يعني شواطئ، ويسوون بطولات داخل الحدائق العامه. وغالبا ترى بعض الاحيان ترى البطوله داخل الحدائق العامه تكون احلى من البطولات اللي على الشاطئ. طبعا احنا في قطر عندنا يعني البطولات، يمكن البطوله الوحيده اللي كانت تصير يعني رسميه على الشاطئ هي اللي تصير في قطر. لكن البطولات الثانيه كانت مثلا في ملاعب الغرافه الشاطئيه، في عندنا ملاعب هناك ثابته بعيده عن الشاطئ، وسباير نفس الشيء. طبعا احنا استضفنا عده بطولات الحمد لله كانت جدا ناجحه. في اشتراطات معينه للرمل، نوعيه الرمل، الاضاءات كذا. وغالبا احنا الملاعب اللي تصير يعني خصوصا في كتارا وفي سباير يكون المدرجات والملعب يكون مؤقت يعني قابل للفك والتركيب. نعم. مبارك، سبب اختياركم لهذه الفتره من السنه لاقامه مثل هذه البطوله؟ طبعا احنا محكومين بوقت معين مع الاتحادات اللي موجوده، لان احنا كنا نبي نضمن مشاركه اكثر عدد معين من المنتخبات العالميه، فكان في تنسيق مع الاتحاد الدولي ومع اتحاد الطائره طبعا. فنسقنا معاهم على واختاروا هم هذا الوقت ان احنا نقيم عليه بطوله، يعني على اساس نضمن مشاركه منتخبات قويه، على اساس ان البطوله تكون قويه. الحمد لله رب العالمين وفقنا في هالشيء باذن الله. يمكن ذكرت انت ايضا الاهداف والاستراتيجيه اللي انتم وضعتوها لهذه البطوله، لكن انا بعرج على موضوع اخر. احنا يمكن نشوف في كثير من لعنن في هذا الوقت ما يخلو من اي عنا ما تخلو من ملعب طائره. ملعب طائره صحيح. فهل هناك علاقه بين اقامه هذه البطوله لجذب مثلا خلينا نقول لاعبين او نشر هذه الرياضه في المجتمع مثلا؟ طبعا هي البطوله اوريدي مثل ما انا ذكرت في البدايه هي تعتبر ثاني لعبه شعبيه في قطر بعد كره القدم. وانت مثل ما تفضلت الله يسلمك، كنت مثل ما يعني الناس كلها تمارسها سواء كان في الاعلان او في البحر، ولعبه جدا ممتعه يعني، وفيها جانب رياضي وجانب ترفيهي. طبعا لا انا عارف ان اتحاد الطائره حطهم استراتيجيه، ويعني ما شاء الله الشباب في الاتحاد مش مقصرين، قاعدين يكتشفون مواهب جديده سواء كانت عن طريق البطولات المجتمعيه او حتى عن طريق الانديه. فيعني احنا ان شاء الله نتمنى يعني ان نوعيه هالبطولات يعني تخرج لنا نجوم نفس الشباب اللي موجودين ان شاء الله، نفس احمد ونفس شريف. نعم. ان شاء الله انه يكون يعني يكون في عندنا امتداد حق هالنجوم باذن الله. مبارك، شنو هي الجهات اللي مشاركه في تنظيم مثل هذه البطوله؟ طبعا احنا عندنا شركه اتراكشن فور ايفنت، يعني هي نحب نشكرهم. طبعا هم اللي كانوا ماسكين الملعب من الالف للياء، هم اللي بنوا الملعب، هم اللي وفروا جميع الاشياء خلينا نقول اللوجستيه الخاصه بالبطوله، بالإضافة إلى شركة فودافون يعني وشركة الخطوط الجوية القطرية هم الرعاة الرسميين للبطولة، بالإضافة إلى الشراكة الدائمة اللي عندنا احنا مع اتحاد الطائرة. تقريبا صار لنا 4 أو 5 سنوات احنا ننفذ معهم بطولات. نعم، شراكات يعني متعددة في هذه البطولات الرياضية. لكن بصفتك الرئيس التنفيذي للتسويق، كيف تدخل هذه البطولة ضمن استراتيجية التسويق لسباير زون؟ وكيف تكون هذه البطولة كجزء رئيسي من البطولات التي تقوم فيها سباير زون في استراتيجية التسويق لهذه الأكاديميات؟ طبعا احنا يعني مثل ما انا ذكرت احنا جزء من الاستراتيجية عندنا ان احنا دائما يعني نركز على جانب الاستدامة والتجديد في مجال الرياضة. هذه البطولة يعني تجي تكمل اهدافنا اللي هي تربط بين الرياضة والترفيه. فاحنا يعني دائما في سباير نطمح ان احنا نستغل الامكانات اللي موجوده عندنا من ناحيه منشات، من ناحيه اطقم عمل، من ناحيه موقع
ان احنا دائما نجذب هالنوع من البطولات اللي ان شاء الله يعني اتمنى انه يكون يعني نستمر فيه ان شاء الله في المستقبل. مبارك احنا يعني يمكن طلعنا تقريرين عن انجازات وزاره المواصلات وايضا وزاره الصحه، لو نتكلم عن سباير زون ابرز ما حققتها سباير زون واحنا الان في يعني نهايه العام، العام الفائت هذا من وجهه نظرك. نعم طبعا احنا في سباير زون دائما يعني نكون شريكين في اي حدث رياضي يعني بشكل مباشر وغير مباشر. طبعا سباير هي كرافد مهم للمواهب اللي موجوده خصوصا في كره القدم، يعني لا يخفى على 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 الجميع، يعني دائما سباير تمد لجميع الرياضات خصوصا رياضه كره القدم بالمواهب. ودائما احنا في سباير نسخر كل امكانياتنا سواء كانت منشات اطقم دعم لوجستي لاي بطوله تقام، فسباير دائما هي شريك في اي حدث رياضي يقام على دوله قطر. وهذا السؤال اللي يتبع السؤال ابو محسن اللي هي خلاص انجازات الان، ما هي الخطه المستقبليه لسباير زون؟ ما هي المفاجات اللي سوف تقدمها سباير زون ل نبي شيء حصري بمبارك لنا يعني اكيد دائما ترى قناه الريان دائما نعطيهم الاخبار الحصريه. احنا ان شاء الله في توجه ان احنا نستضيف بعد هذه البطوله، في عندنا بطوله بتكون اسمها ارينا اوف هيروز ان شاء الله اذا الظروف تسمح، يعني احنا مش عارفين الوضع الصحي كيف بيكون. هي ارينا اوف هيروز عباره عن سباق يعني له اوبستكلز او حواجز معينه. نعم. هو يربط بين الترفيه والكروسفيت، وان شاء الله يعني بنعلن عنه ان شاء الله نفس ما تعودنا عن طريق قناه يعني نفس صملة يعني ولا؟ لا هو سباق يعني تقريبا في عوائق او معضلات؟ لا هو بس مش عوائق طبيعيه، هو عوائق صناعيه، بيكون عوائق مائيه، حبال، تسلق، يعتمد على اللياقه وعلى المرونه يعني اللي هذه متى بتكون؟ هذا ان شاء الله في توجه انها تكون في شهر 2 ان شاء الله. شهر 2 وبعدها في اشياء بتكون على على على, على مدار العام. بياخذ منك كل شيء. خلاص عاد احنا عندنا خطه تسويق، احنا مجهزين من حق الخطه التسويقيه. احنا ان شاء الله هذا اللي عندنا. بعدين نبي نجهز ابو محسن عشان يشارك في هذه البطولات، انه هو جاهز. انا ما تجهزني جاهز. ان شاء الله خلاص عندك دعوه من الحين. ما قصرت محمد مبارك الكواري رئيس التسويق، رئيس التنفيذي للتسويق في مؤسسه سباير زون، الله يوفقكم في بطوله ملك الملاعب ان شاء الله. نحضر ونشاهد مثل هذه البطولات واتمنى لكم كل التوفيق في جهودكم اللي تقدمونها في مؤسسه سباير زون. شكرا جزيلا لك. مشكورين، طبعا نشكركم دائما على الاستضافه وعلى تغطيه جميع احداث سباير. شكرا. شكرا مبارك، استمتعنا بالحديث معك. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، ننتقل الان الى سوق واقف لمتابعه العروض المميزه لفرق القرب.
مشاهدينا الاعزاء مشاهدين بعد ما تابعنا مشاهدينا الاعزاء العروض المميزه لفرقه الغرب في سوق واقف، نتوقف مع فاصل قصير نعود بعده لمتابعه فقرات برنامجنا برنامج الترحيب. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الاعزاء، ننتقل الان الى فقره الاخبار المحليه السريعه. نفذت وزاره التجاره والصناعه بالتعاون مع وزاره الداخليه حملات تفتيشيه مشتركه على المحال التجاريه والباعه المتجولين في المناطق المختلفه بالدوله، شملت مكينس وفريج الاصمخ وفريج عبد العزيز. كما ناقشت لجنه الخدمات والمرافق العامه بالمجلس البلدي المركزي في اجتماعها 37 بالدوره السادسه المقترح المقدم من السيد محمد بن حمود بن شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي بشأن منح تصاريح للبناء داخل العزب. أما في القسم الطبي حيث عقد قسم الطب والجراحة السمنة مؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للسمنة وورشة العمل الوطنية الأولى حول مرض السمنة تحت عنوان التحديات واستراتيجيات الوقاية والعلاج. أما في الخبر الرياضي يلتقي منتخبنا القطري الأول لكرة اليد مع نظيره المصري غدا الخميس في صالة تحيلة الرياضية في مباراة تجريبية ثانية بينهما في إطار استعدادات المنتخب القطري المشاركة في البطولة الأسيوية 20 لمنتخبات الرجال التي ستقام في المملكة العربية السعودية. ونشيد بالذكر أن منتخبنا قد خسر المباراة الأولى أمام نظيره المصري بنتيجة 26-23 التي قيمت بالأمس. نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا في مباراته القادمة وفي البطولة الآسيوية المقامة في المملكة العربية السعودية. هذه كانت أخبارنا المحلية السريعة، الآن عودة إلى أبو محسن وإلى كتارة. شكرا لك فيصل. دشنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة معرض هندسة الرمال بطابع معماري قطري الذي يركز على تأثيرات هندسة الرمال والطابع المميز في العمارة القطرية المستوحاة من البيئة المحلية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. في إطار سلسلة المعارض الفنية المتواصلة التي تقيمها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا بهدف إثراء مشهد الفن التشكيلي القطري ودعم الفنانين التشكيليين وتعزيز تبادل التجارب والخبرات وربط الأفكار الفنية بالهندسة المعمارية، دشنت المؤسسة معرض هندسة الرمال بطابع معماري قطري الذي يضم عددا من الأعمال الإبداعية المتنوعة التي تعكس الشكل الجمالي المتأثر بالطبيعة القطرية المتمثلة في الرمال كمصدر للإلهام. وتعبر الأعمال عن عملية نقل عناصر من البيئة المحلية الطبيعية المحيطة إلى تصاميم معمارية وهندسية تندمج مع فن العمارة القطرية وتشكل هوية أصيلة بطابع عصري حديث. وتتميز التصاميم المشاركة بالحس الفني العالي والخيال اللامتناهي، وقد نجحت في التأليف بين البسيط والمعقد وبين الزوايا المنحنية والحادة وبين ما هو أفقي وعمودي، بالإضافة إلى جماليات تلخص علاقة الإنسان بالطبيعة. وإلى موضوع آخر أعزائي المشاهدين، حيث تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس يوم غدا الخميس غائما في الأغلب، وسوف تكون إجازة نهاية هذه الأسبوع مميزة مع فرص لسقوط الأمطار في بعض الأماكن إن شاء الله. مزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف سيد محمد بن علي الجبيسي رئيس قسم التنبؤات والتحاليل بالأرصاد الجوية بهيئة الطيران المدني. حياك الله ومسهلا معنا يا أبو علي. يا هلا مرحبا، بداية أمسي عليكم وعلى السادة المشاهدين. يا هلا مرحبا. مرحبا أبو علي. أبو علي، لو تعطينا توقعات خلال 24 ساعة القادمة بإذن الله.
بإذن الله. بداية مبارك عليكم الحياة، الله يجعلها أمطار خير وبركة. منو عليك تبارك. تتأثر المنطقة حاليا بمنخفض جوي طبقات الجو العليا مع تدفق السحب من شبه الجزيرة العربية، مما يشكل من حالة من عدم الاستقرار على البلاد. طبعا تساقطت الأمطار من بداية الصباح وتركيزها اليوم على المناطق الشمالية من البلاد وداخل البحر، وزيادة تشكل وحركة السحب كان ملحوظ من صباح اليوم، وتزداد فرص تساقط الأمطار خلال عطلة نهاية الأسبوع لتشمل كافة مناطق الدولة، وتستمر حالة عدم الاستقرار حتى منتصف الأسبوع القادم. طبعا من الممكن أن تكون رعدية بالنسبة للساحل وداخل البحر، وتكون متفاوتة الشدة، قد تصل إلى غزيرة الشدة أحيانا، وخاصة في عطلة نهاية الأسبوع مثل ما ذكرت. نذكر في حالة الأمطار الرعدية أن ممكن قد يصاحبها نشاط مفاجئ في سرعات الرياح، من الممكن أن تتجاوز 30 عقدة مع إثارة للأغبرة والأتربة وانخفاض في مستوى الرؤية أحيانا. وبالنسبة للأخوة مرتادي البحر، طبعا التحذير البحري متواجد خلال هذه الفترة بالرياح القوية والأمواج العالية، ممكن أن تصل لأكثر من 10 أقدام داخل البحر، حيث تكون الأجواء غير مناسبة للأنشطة البحرية خلال هذه الفترة. وننوه أيضا بالنسبة للأخوة في الأعنان والمخيمات بتوخي الحيطة والحذر أثناء الحالة المطرية، وننوه أيضا بمثل هذه الظروف بمتابعة نشاط الطقس من المصادر الرسمية أول بأول على كافة منصات التواصل الاجتماعي. وعلي انت احنا تكلمت على 24 ساعه القادمه، لكن نتكلم عن المطر اللي فات هذا اليوم من الصباح، وين قوته؟ كم كميته؟ هل مقارنه بالسنه اللي طافت مثلا؟ اذا تعطينا بعض الاحصائيات. نعم، هي الله يسلمك، تقريبا تساقط الامطار بالنسبه لليوم كانت تقريبا من خفيفه الى متوسطه، وكان اكثرها في داخل البحر وعلى المناطق تقريبا الشمالية، مناطق من هرويس، وكان على داخل البحر أكثرها. لكن بالنسبة من الغد، من اليوم الخميس الجمعة والسبت، راح إن شاء الله أنها تشمل على كافة مناطق الدولة، بتكون الفرص أفضل من التي تساقطت بالنسبة لليوم بإذن الله. بإذن الله. أبو علي، توقعات عن حالة البحر، هل التنبيه سوف يبقى خلال غدا فقط، ولا خلال أيضا عطلة نهاية الأسبوع والأسبوع القادم؟ نعم، بالنسبة للتحذير البحري، التحذير البحري متواجد حاليا وراح يستمر بالنسبة لعطلة نهاية الأسبوع ومطلع الأسبوع القادم. طبعا مثل ما ذكرت أنا، الأمواج راح ممكن أنها تتعدى 10 أقدام، وخاصة إذا كانت الأمطار الرعدية متواجدة داخل البحر، وإحنا مثل هذه الحالات ما ننصح يعني نهائيا يعني بالرحلات البحرية خلال هذه. يعني ما نروح البحر هالأسبوع؟ والله لا، نأجلها أفضل لحد نشوفها للأسبوع القادم بإذن الله. عاد أبو محسن معدي بحداق، ما أبو محسن؟ خلاص، لا مع الأرصاد أنا. مع الأرصاد؟ إي مع الأرصاد، حتى قريب ما نروح. لو نتكلم بعلي عن درجات الحرارة خلال شهر ديسمبر، يعني خلت حتى الآن من موجات البرد القوية، يعني هل توقعون تغييرات خلال الأسبوع القادم بإذن الله؟ أول الشهر كان حر، يعني كان حر، بس الحين نشوف ما شاء الله تغير الجو. نعم، هي بالنسبة للفترة اللي فاتت تقريبا كنا متأثرين بالهواء الشمالي الغربي، كانت فيه برودة واضحة يعني الفترات اللي فاتت. طبعا احنا حاليا راح ينكسر الهواء الشمالي الغربي حاليا، فلذلك يعني بترجع درجات الحراره ترتفع لمعدلاتها الطبيعيه خلال هذه الفتره، عطله نهايه الاسبوع ومطلع الاسبوع القادم. لكن في توقع ان من بعد منتصف الاسبوع، بعد ما تنتهي الحاله المطريه هذه، راح ترجع الرياح الشماليه الغربيه مره اخرى، وبذلك تنخفض درجات الحرارة بإذن الله. لذلك احنا أيضا ننصحكم وننصح الشهادة المشاهدين بمتابعة آخر المعلومات أول بأول. أبو علي، ما هي أدنى درجة حرارة متوقعة سوف تسجل في عطلة نهاية الأسبوع، وما هي أعلى درجة مئوية متوقعة أن تصل إليها خلال الأيام القادمة؟ نعم، احنا
بالنسبة لعطلة نهاية الأسبوع بما أن الرياح بترجع للاتجاه الشرقي، طبعا درجات الحرارة العظمى المتوقعة راح تكون تقريبا ما بين 17 إلى 26 درجة مئوية، هذه بالنسبة للنهار. وبالنسبة لفترات الليل راح تتراوح تقريبا ما بين 13 إلى 20 درجة مئوية. نعم سابرة يعني في الليل. أي نعم بلا شبة ضوء أكيد. نعم محمد في النهاية، في نهاية الأغلى معك نصيحة عامة للمشاهدين. نعم ننصح، نعم أنا مثل ما ذكرت إحنا ننصح الناس تستقى المعلومة من المصادر الرسمية، وأيضا يعني مثل هذه الحالات أنا ذكرت أن بالنسبة لطلعات البحر يعني ما تصلح خلال هذه الفترة، لكن بما أن الأمطار راح تكون متواجدة وخاصة بالأمطار الرعدية إحنا ما ننصح يعني بالتواجد قرب تساقط الأمطار الرعدية أو عند السحب الركامية، نظرا لأن الرياح راح تكون رياح هابطة مفاجئة راح تسبب أغبرة وأتربة وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية. نعم شكلنا يا أبو محسن مالنا للعزبة عزبة عندك. نعم. هلوي كنت محمد بن علي تبيسي رئيس قسم التنبؤات والتحليل بالأرصاد الجوية بهيئة الطيران المدني، شكرا جزيلا لك وشكرا على هذه التنبؤات والتحذيرات بشأن حالة الطقس في خلال الأيام القادمة وعطلة نهاية الأسبوع. الآن خلنا نروح مخاد بن محسن تبيسي إلى أخبار حول العالم. نعم والتنبؤات فيصل كلها تبشر بالخير إن شاء الله. الله الله يرزقنا هذا العلم عند الله. إلى أخبار من حول العالم، حيث أعلنت إسبانيا رسميا انتهاء ثوران بركان كومبري فيخا الذي استمر نحو 3 أشهر، وجاء الإعلان بعد أن انتظرت السلطات 10 أيام متتالية لم تسجل خلالها أي علامة ظاهرة على نشاط بركاني، وهي المهلة المطلوبة وفقا لعلماء الجيولوجيا. نعم أعزائي المشاهدين، ومن إسبانيا إلى خبر آخر، حيث يعاني الفنان البالغ من العمر 39 عاما الذي اسمه نيل هربسون من مرض نادر لا يخوله إلا أن يرى سوى اللونين أبيض وأسود، لكن هذا الفنان وضع هوائيا في جمجمته يتيح له تحويل الألوان إلى أصوات لسماعها كنغمات موسيقية، وبذلك يستطيع هربسون الاستماع إلى مقطوعات لموزار من خلال تمرير الهوائي أمام رسم المؤلف من سلسلة نطاقات ملونة تتناسب باللون والعرض مع المقطوعة، ويبدأ بعد ذلك برؤية الألوان ذهنيا فور الاستماع إلى الموسيقى، إذ أن دماغه بات مبرمجا لتفسير هذه التركيبة بين اللون والصوت. نعم الحمد لله الذي عافانا والله يشفيه إن شاء الله. بهذا الخبر مشاهدينا الكرام نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة من تراحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات للتواصل مع فريق عمل البرنامج يمكنكم التواصل عبر بريد برنامج تراحيب الإلكتروني أو متابعتنا أو المشاركة عبر عن طريق حساباتنا على فيسبوك وتويتر وإنستغرام وسناب شات. دائما رحب باقتراحاتكم واستفساراتكم، وإلى نلقاكم غدا أقول لكم في أمان الله. تمسون على خير.